يا ربي شكرا حمدك وغتولي تمشي مزيان ان شاء الله ان شاء الله على سلامتك على سلامتك مره اخرى والله يجي الشفاء الله يحفظك انت الله يخليك لينا انت اختي الله يخليك انت وما يحفظك انت ولا نسعدك حتى الوليدات محتاجين شايفيه قالت كادوب ناقص منه بركه يا مسكينه والله ما خصهاش ديالها الصراحه 49 عام و47 عام. السلام عليكم اختي سلمى. وعليكم السلام. كدير اختي لاباس عليك كلشي مزيان؟ تشرفنا المعرفه ديالك. فايت اختي جيت عند الشعيبيه وما لقيتكش كنتي باقا ما جيتيش من المغرب. اييه ودابا الحمد لله تلاقينا معك. المقر ديالكم زوين تبارك الله عليكم بزاف الماتيريال زوين داكشي مخدوم نقي الصراحه كنشكر بالنسبه لهذا المقر الصراحه نقي. بعدي ما نقول بدعتوا فيه وعاد واحد الحاجه اللي هي زوينه انكم عائليه كتدخلوا كتكونوا مع العائله كتحسي بالجو العائلي الحمد لله عائلتك الحمد لله. البنات اللي جات لهنا وبغات دير لي ماساج والليفتين سلمى وتقوي العمود الفقري والعلاج بالمقص ولكن الماساج اختي انت سلمى 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 الماساج وما تخرجش سميتها البنت وهيبه عادو مكلفين بالماساج والبنات اللي باغيين يديروا الكوبراتيك ما بغيش رجاله كديوه لهم نتوما هذاك الشيء وعاد كاين خويا ابراهيم غادي نوريو لكم ولكن دابا غندخلوا عند الشعيبيه الشعيبيه اختي يا شاير. السلام عليكم اختي الشعيبيه غبور هذه اختي كي دايره؟ عام عصافه الحمد لله الحمد لله من الناس اللي فسجلنا معك بزاف الناس كيسولوا عليك اييه وغبرتي علينا بزاف دابا حنا فتينا رجعنا لك دابا باش نوريوهم باللي اختي الشعيبيه كاينه وطورات المقر ديالها تبارك الله عليك معدي ما نقول الله واللي زوين في الشعيبيه ان زادت جابت بنتها تبارك الله باش ما تقولوش لان ما كاينش العيالات اللي يخدموا العيالات العيالات اللي ما تيبغوش يخدموا لي مجال كاينين يعني بغيتوا الماساج اللي بغيتوا وعندهم بزاف ديال الحوايج كيديروا ما غتشرحوا من اختي الشعيبيه نقول لك مرحبا بك مثلا بحال الكيروبراكتيك كيديروا ابراهيم ولدي للرجال كاين النساء تيبغوا الكيروبراكتيك ديالهم للراجل يديروا للراجل الا ما بغاوش ابراهيم يدير لهم النساء ما بغاوش ابراهيم يدير لهم الكيروبراكتيك كديروا سلمى ان شاء الله كديروا وهيبه كنديروا انا فهمتي مرحبا بالنسبه للعلاجات اللي كنديروا هنا في هذا المقر هذا كنديروا حاجه اختي سلمى وقفي حدانا نشوفوك اختي تعالي مرحبا وقفي اختي نشوفوك باش الا ما لقاوش اختي الشعيبي غير لقاوك انت هي توضعي معنا هكاك باش تبان لينا اختي شتي مرحبا كنديروا الحجامه جميع انواع الحجامه كامله الحجامه الوامضيه الحجامه المغناطيسيه الحجامه الدمويه الحجامه اللي هي سميتها الجافه الحجامه بالموكسا كنديروا الحجامه جميع انواع الحجامه كلهم كنديروهم ان شاء الله كنديروا للفوطه الناريه كنديروا لل سميتها الحجامه بالعلق حتى هي كنديروها الحجامه بالعلق بالعلق حتى هي كنديروها كنديروا كيروبراكتيك كنديروا بزاف الحاجات اللي هما كيشملوا يعني المواقع شامل بزاف ديال الحوايج خاصكم غير تواصلوا معاهم في الارقام وغادي نشرحوا لكم كل شيء ان شاء الله عندنا حتى بالنسبه للنساء عندنا الليفتين كولومبيا اللي هي عندنا حتى القديره الصحراويه كاينه العلاج تاعي الطبيعي كاينه كاين بزاف الحاجات كاينين وبالنسبه لشي حاجه الحجبانيه كاين ميكرو بليدين فاش تقول لهم كيف كيف شرحي لهم اختي حيت هادشي البنات كيموتوا عليه الصراحه مرحبا بهم وكل هادشي كله باثمنه رمزيه الثمن المناسب الثمن ديال الناس اللي جاوا من عندنا من القناه راه غتهلا فيهم شعيبيه واختي سلمى اللي غتقول لي مثلا جنب امينه غادي يكون عنده واحد الثمن خاص مرحبا بكم البنات كاملين انا كنشجعكم انكم تزوروا هذا المقر وجيو عند اختي الشعيبيه راه ضريفه وحاجه ماشي ديالها والمعامله طوب وشوفوا البنت تبارك الله عليها شوفوا ملي كتدخلوا المقر وكتلقاو البشاشه راه كتجي كتصحي قبل ما الصراحه والله راحت ماشي المهم انا شنو غايدير لك من البنات مشات تشوف فيها ديبا والله تعامل وحتى بنادم كيستقبلك بضحكه زوينه كيطيح لك في المود ديالك هذا هو اللي كاين كاين رمزيه والاثمنه لا بحال الحجامات بحال الفوطه الناريه بحال كلهم 70 درهم ان شاء الله والمده ديال 10 ايام ملي لوحوا الفيديو عادي تحسب ملي لوحوا الفيديو تحسبوا 10 ايام ولا بغيتوا تطلبوا الشعيبيه غادي نزيدوا لكم اكثر ان شاء الله حتى هو غندير له 200 درهم ان شاء الله بالنسبه للحجبان غديرهم سلمى تما ب 200 درهم متفقين مزيان اختي شعيبيه سلمى مابقاش خدا دوك الدم صافي اللي قالتو الشعيبيه هو اللي كاين صافي ماشي 200 درهم صافي شوفوا بالنسبه للفتي كولومبيا غندير لي 50 درهم الديره تا هي 50 درهم 40 درهم الديره كاع 40 درهم صافي سير سير ليفتي كولومبيا 50 درهم بالزيوت الطبيعيه بالزيوت بزيت الزنجلان وبزيت الحلبه وسميتها يعني بزيوت طبيعيه غتخدم لكم داك الشيء مزيان وهائل ومعتبر الحمد لله ما تقولوش زعما غنكونوا ناقصين من الثمن ناقصين من الجوده لا اقسم بالله لا كتخدم زوين انا شتها والله العظيم لا كتخدم من نيتها
يعني تكون جوده ممتازه ويكون الثمن تاعو مناسب للناس. ان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله. البنات المهم هي السيده الشعيبيه راه حاصله الدبلومات هي ولدها وبنتها، يعني كاينين الدبلومات عندهم ماشي واخدينها غير هكا غير باش تعرفوا، ولكن انا كنقول لكم جوج المقام عندها حتى لي برودوي هما هنا بالو ليا واخا هي ما دواتش عليهم. غتجيو داكشي كلشي خاص بالعيالات، جيو وسولوها وغادي تقول لكم كلشي ان شاء الله. وعندهم بالنسبه يمكن عندهم حتى الفيسبوك ليك ولا انستغرام عندكم عندكم عندهم فيسبوك عندهم تيك توك حتى الطاوله المعكوسه جبناها عندهم الطاوله المعكوسه غادي نوريوها لهم ان شاء الله. المهم البنات كلشي كاين بالنسبه للتيك توك والانستغرام غادي نحطوا لهم في نحط لهم لوليا باش يبقاو يعرفوا فين يدخلوا. غادي نستقبلوا هاد الحالة هادي اللي يلاه تصلت بهم مسكينة. شوفوا ليا المعاناة ديالها مع الرجل ديالها، شوفوا ليا السلام عليكم. السلام عليكم اختي. السلام. شنو المشكل اللي كتعاني منه؟ الورك عندي اختي. عندك الورك؟ شنو المشكل؟ عندك الورك طايح. طايح. اختي الشعيبيه. نعم حبيبي. اهلا وسهلا بعدا. اختي الشعيبيه غوبو. تشور يا اختي مشنا. والله الا توحشناك. ولكن اللقطات ديالك والله الا كنتفكرك وكنموتو في الظلام. دوزنا معك وقيته واعره الصراحه. والناس اللي جاوا عندك شكوك كتبوا لنا في لي كومونتير الصراحه، واخا غوتي علينا شويه ماشي مشكل، وهي كتصافر البنات وكترجع. ولكن واحد بنتي مسكينه بره جات تسجل. المهم المقر ديال البنات كيتواجد دائما في كاين اختي شعيبيه. حنا كاين قرب املاك البرنوصي في الاخر ديال العين السبع حدا الورده، بالضبط حدا الورده حدا بيتي ساكن ان شاء الله. بالنسبه للرقم غتحطوا غنحط لكم الرقم ديالها غتصيفط لكم لوكاليزاسيون ساهل باش توصلوا عندها. كونوا هانيين. ولكن الله عمر لها الدار والخدمه من داك الشيء ما عندي ما نقول، والظرافات والله يسهل على الجميع. هذا هو اللي كاين. بالنسبه لهاد السيده هذه مسكينه جات عندنا دابا كتقول لي اختي شنو مالك؟ طايحه اختي. طحتي؟ مرحبا. طحتي؟ طايحه. طحتي في الزنقه؟ مسكينه. طحتي على هذا الجرد ديالك؟ دابا غنخدموه نشوفو بعدا تشوفي العين بعدا شنو عندها غنشوف واش خاصك شي اضافه وداكشي وغنعرف. دابا عام مده عام وانتي طايحه ووالو ما لقيتيش زعما مشيتي عند الطبيب؟ ما كنمشي حاشاك للطواليت ما والو كلشي كبر خير. حيت الورك كان كيبين حيت الورك صعيب في القعده في الوقفه اي حاجه بغات تقضيها مسكينه. هو الورك راه هو العمود في غار شخصي. كيف ما شفنا دابا ديك الشيخه كتجرها مسكينه ديك ان شاء الله غنشخصوا حالتها دابا كتجريها ما كتقدريش تزيدي بها غير كتجريها وصافي. كان كيمشي وقف بزاف بها واخا. واش مشيتي عند اطباء حاولتي؟ مشيت اختي ودرت الترويض والو. درتي الترويض وما جابش نتيجه؟ واخا اليوم غادي نشوفوا مع الاخت شعيبيه ان شاء الله نشوفوا اول حاجه نشخصوا الحاله. الله يحفظ نشخصوا الحاله وغنشوفوا شنو خاصها وداك الشيء اللي خاصها غنديروا به. يلاه ان شاء الله. غنقدم لكم ابراهيم ولدي اللي هو معالج في هذا المقر اللي هو مكلف بالمقر اللي كيساعدني. وكاين غير سلمى بنتي وكاينه تمرته هو هبه. العيالات كيخدموا العيالات والرجاله كيخدموا الرجاله. بما ان السيده بغات ابراهيم يخدم لها راه غيخدم لها ابراهيم. يعني المقر اختي عائلي صافي يجي اختي هنايا الامن والامان العائلين. خاصنا الحاله ديالي اللي عندها المشكل ديالها في الورك ديالها. اييه قامت بالاخت بالمساج العلاجي مع سلمى ياك. اهلا وسهلا اختي سلمى. مرحبا بكم. بما ان الاخ ديالي شخصها درت ليها مساج علاجي بزيوت طبيعيه ودرت لها الفوطه الناريه بزيوت زيوت ديالكم انتم؟ اه الزيوت الساخنه ديالهم حنا اللي كنخدموا. قلت لي فيهم الاعشاب وفيهم تبارك الله فيهم اكثر من 30 عشبه ما شاء الله. دابا اش غادي ندوزو؟ ندوزو عند المعالج ديالنا نبدا ان شاء الله. التقويم العيده التقويم العيده اها تقويم شامل ان شاء الله. يلا نبداو على بركه الله. بسم الله. نقول لك الكتيفات ديالها كتشطلق كتف اخر
لبسي وارتاح خذي راحتك. إذن واخا المشكل عندها في الورك نتوما كديروا تقويم شامل. شامل. تقويم شامل. فوالا. عاد كتوصل للبلاصة اللي عندها فيها هي المشكل. غادي نزيدك. شوية ثاني نعاونك. دير وجهك. الناس. بلاتي. المشكل دابا بحال دابا هاتي. هاد الصباح. هاد الصباح. هاد الصباح. نازل حيت الدواء مقادينش. الدواء ها هي الاقسام الاخرى حاجه ليا دابا حنا نعالجوها ردوها كي كانت ممكن تعالج. شدي معايا من ديك رجليها تحاول ترخاي حاول ترخاي حاول ترخاي. شدي من رجلي من هنا حتى الرجل شتي وحده كتبان رجليها طول وحده. برافو. هزها شويه الفوق هزها شويه الفوق. حاولي يد الورك تحرك برافو شدي انا كملت الورك اللي طاح باش تحك من رجلي مزيان ترخاي وما تحركي من الورك. يلا واحد جوج ثلاثة هكا عاودي هزيها عاوتاني ميلي هكا. لا بسم الله واحد جوج ثلاثة عرضو في يديك هاتو. دابا ولاو قد قد في السبعة هنا وإلا كانت سبعة ناقص على السبعة الآخر كانت يد قصا من يدها كيكون دابا بحال وحدة مشكفة على الأخرى. هذا كيعطي الألم كيعطي الألم هو تيخليك حتى ما كتبقيش تهزي يدك مقادة ما كتوازنش. هنا فين عرفتي كتكون الإنسان كتكون السياتيك الهواجاج ديال الفقرات ديال الفقرات. تبارك الله عليك. الإشارة حنا ما صورناش المساج هذا لأن كيف كتعرفوا كانت عريانة. المساج ما يمكنش كيتصور. والشعيبية حنا شهادة حق حنا فتنا جينا عندها وعارفين اش كانت معاملتها زوينة الصراحة والصراحة ومهوة حتى ماشي ديالها معقول هو هذا. كنقول لها حتىش قدامها ديما راه هي اللي دارت لي النوبة الأولى التلفازة وداتني السبيطار وداتني قبل ما تمشي للسونطر. وحق الله العظيم ملي كانت تاي مرضى قالت لي هاد السونطر حليتو على قبلي وعلى قبلك. قالت انا قالت لي انا ملي مرضات بسياتي حتى هي كانت مرضى بسياتيس الحمد لله. الله يعافيك. واحد كيدير اوبيراسيون ب 7 مليون. اختي الشايبيه اختي شوف انت ممكن تعالجيه بواحد المبلغ ضئيل وبسيط. كاين انسان يقدر يدوز عمليه ب 9 مليون. بحال ما مشيت لواحد الكلينيك قالوا لي خصك 9 مليون كاينه باش تركبي الحديد باش ديري. انا بغيت نطور من نفسي وقلت ولا بدا علاش انا بما انني نخدم 12 عام خدام برا كفر مليا في طاليان راه ندير لي زافورماسيون ديالي وراه نخدم على راسي ونخدم على الناس الناس ضعاف بحالي الحمد لله. وبالنسبه ل انا ارتاحيت من سياتيك والناس اخرين ان شاء الله تا هما نعالجو تا هما يرتاحو في سياتيك. ولكن بالنسبه والله لهذا العلاج الطبيعي لا فك بزاف ديال الناس فكهم من عمليه كبار لحظات بزاف الناس تفكهم من عمليه كبار. هو العلاج الطبيعي راه بديل العلاج الاصلي بديل هذاك الشيء ما كانش راه سوق ما كانش الطب كان الطب التكميلي هو هذا العلاج الطبيعي ما كانش عمليه تحليه هذا الشيء اللي كان الاول هذا الطبيعي كان العلاج الطبيعي 100% اللي هو دابا حنا رجعنا كنعيشوه بحال ما رجعوا ليه دابا الماكله ولا الناس بحال رجعنا للطبيعي من الاول هذاك الشيء اللي كاين الطبيعه 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 مهمه لان العلاج الطبيعي مهم. وملي كتستعصي شي حاله مستعصيه جدا 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 الانسان غيرجع للطبيب ماشي مشكل هذا الشيء مهم في حياتنا. الطبيب دا هو كيقول الاستشارة ديالو وكمل على الله. فهمت هو الطبيب ما نقولوش الطبيب لا نستغرب عليه حتى الانسان يقدر يستغنى على الطبيب. كاين. لان الطبيب شيء مهم في حياتنا والعلاج الطبيعي حتى هو شيء مهم في حياتنا. بطبيعة الحال دابا اختي الشعيبية غادي ندوزو لواحد المرحلة اللي كنبغيوها بزاف حنا كاملين هي نشوفو قبل وبعد. ان شاء الله الحالة واش غتقدر واش غتقدر تمشي بلا عكاز. حنا شفنا في الاول دخلات بلا عكاز الدريات عكاكز ديالها بغينا خير تستغنى على هاد العكاكز بغينا نشقي ديري خذ اخويا عكاز السيدة يلا وقفي معانا نبسها نبسها صندالتها مسكينة برافو غادي نبسها تبقى وحدك ان شاء الله سير. لا كتحسيت بعدها كيتحلو هي كتقول حسيت بعدها كيتحلو وخفيف وكتحسي بالمرود ديالك رجع كتوقف كتوقف بصح كتمشي قدام ملي دارت لي ديك الفوطه ناريه ناريه هذيك زعما حسيتي بالراحه خير الحمد لله. يلا دابا بغيناك تحاولي تمشي وتوقفي برافو عليك برافو الحمد لله الحمد لله. ها هي البنات كانت جات دخلت بالعكاز سير الحمد لله الحمد لله دابا بلا عكاز بلا عكاز المهم قادرات الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شوفوا مسكينه
الحمد لله على كل حال. شويه غير سيري غير حاولي سيري. الحمد لله هذا الحصه الاولى. الحمد لله هذه الحصه الاولى ان شاء الله غادي نجيب الله التيسير. هذه غير الحصه الاولى غادي نجيب الحصه الاولى غادي نجيب المعاناه ديالها اول مره كتجي في السونتر ديالها اليوم. الحمد لله وان شاء الله بما اننا غنتابعوا الحصه ان شاء الله ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. هي النهار اللي غنديروا الحصه ان شاء الله. الحمد لله بلعوا كاس الحمد لله الحمد لله على سلامتك وان شاء الله دايره من الحصه الاولى باقي الحصه الثانيه والثالثه ان شاء الله. الحمد لله يا ربي شكرا حمد وغتولي تمشي مزيان ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك على سلامتك مره اخرى والله يجيب الشفاء. الله يحفظك انت انت اللي خليتينا كثير اختي. الله يخليك انت والله يحفظك انت والله يحفظك انت كثير وليداتك وليداتك محتاجين. الحمد لله الله يحفظك اختي الله يحفظك. الحمد لله الله يحفظك الله يحفظك سير تحيه معاك. الحمد لله ديال الرجال عندها فيها المشكله واقع ديالها ديال اي مشي 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 خير 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 الحمد لله ملي وصل للمدينه هذه مزيان. العاملات لها المساج العلاجي كانت هي رجلها كتصلح كانت كوانسيا كانت شويه عرفتي عاود يرجع معايا بشويه خير 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 انا نزال خير 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 سير سير عاود غير بشوية 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 شي ديال الشعر ديالك. الحمد لله الوقت ديالك رجع
تصبري شي شويه تصبر ان شاء الله ضروري شويه تصبر هذاك الشيء اللي كاين حيت ما كاينش شي حاجه كتعرف خاف شي اي اي شاي فيا قالت كادو بناقص منه بركة ما خصهاش ديالها ديك الساعة 49 عام ولا 47 عام صافي لوحوا لها كاكاز اختي لوحوا ان شاء الله الله يسخر لها الحمد لله على سلامتك اختي وان شاء الله لا ما عندنا ما داو بهم هادو ان شاء الله ما تبقاش تبغيهم لا فاطمه ما تبقاش تبغيهم صافي هي راه باقا صغيره دابا تحيد العيد انا باقا صغيره انا باقا صغيره في السوق حيت انا دابا غتكون في السوق ديال السيد كبير لا تحيدو باش تاخذ ترجع للواجي ديالها ترجع كيف كانت تشق على وليداتها وتحرك ان شاء الله كنت ديما اللي طاحت من شي سبب ديالها هو السبب ديالها عام المشكل طاحت في السماء كانت غير ميسيو صدقات طاحت في السماء كتعاني من هذا المشكل هذا وبزاف الناس كيعانيو حتى انا كنعاني وكتعرف تكون سياسي كان عندي ستاتيك تيضرني جنبي كامل كيرد عليا هذا هو السبب اللي خلاك تفتح هذا السونتر هذا هو السبب هو انني انا كنت مريضه كان عندي مشكل انني كنت انا مريضه انا مريضه كنت كنعاني من السياتيك السياتيك كان محني في حياتي ولكن دابا الحمد لله فاحنا غادي الحمد لله لا مالي بها والو لا فضايح طبيعي شوفي انا راه عندي سندري مديوني عندي كل شيء مرجعي ان شاء الله عطاك تشوفيهم ان شاء الله كنعاني من 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 الغضروف من التهاب الغضروف خارج الغضروف شويه الغضروف داك الشيء كنعاني منه بزاف كنعاني الحمد لله ودابا دابا الحمد لله كثيرا الحمد لله كتمشي عادي لا غضروف يعني كنعاني من بزاف الغضروف فهمتيني انا كنعاني من بزاف الغضروف وكنت محلي في بزاف وكاع اللي جا عندكم الله يكي الله يسخر لي ان شاء الله نقول لك انا غندير 70 درهم ان شاء الله قلنا اختي 70 درهم شنو غيكون فيها باش نعرفوا 70 درهم فوطا ناري اييه الكريم براكتيك 70 درهم الحجامه بجميع انواعها 70 درهم جميع انواعها كامله الحجامه اللي هي الضوئية المائية الدموية الجافة كلش المغناطيسية كاملة كلهم الموكسة 70 درهم كل شنو هو الموكس؟ الموكسة شنو هي الموكسة؟ الموكسة علاش الموكسة هي حجامة حجامة نوع من انواع الحجامة نوع من انواع الحجامة هي 70 درهم كلشي 70 درهم وشحال الوقت اللي غادير لنا في هذا غنديروا 10 ايام برومو ان شاء الله 10 ايام مدة 10 ايام 10 ايام 70 درهم مدة العرض 10 ايام ملي غيتلاح الفيديو ملي غيتلاح الفيديو ان شاء الله ومن بعد 10 ايام غنرجعوا للثمن الاصلي اللي هو باش الناس يعرفوا الثمن الاصلي ديالنا 100 درهم 100 درهم مرحبا بالجميع الله يجيب الرزق ان شاء الله ونرجعوا نعاودوا نرجعوا ان شاء الله ان شاء الله نعاودوا نرجعوا الله يسخر الجميع الناس بغاو 50 درهم درهم 50 درهم ان شاء الله المهم شنو اخو عاوتاني نعاودوا ملي قابع عندك بندو لهم برومو جديده شوفوا انا عندي اللي عندي سعيد وجرب هادشي كامل ان شاء الله انا متاكده غيزيد ماشي غادي يقول لا لا باش يبيعها واحد الحصص نشري شويه ثمن ان شاء الله الله يسخر عليكم شكرا لك اختي سعيديه وتبارك الله عليكم الله يسخر لكم على هاد المجهودات اللي كديروهم تبارك الله عليكم والله يتمرحبا ولله يخطيكم بالنسبه للعنوان البرنوصي سكني هاد الطريقه البلاتيه ديال الشركه ديال بيموت غتبقاو غاديين عليها نيشان تتوصلوا لبيتي سكن انتما فوق من البيرو ديال بيتي سكن البروميير ميطاج البنات مركز الشفشاوني